هنتكلم بقى دلوقتي عن ملف مهم، وهو أو خلينا نقول مبادرة كنا سمعنا عنها، اللي هو مشروع البطل الأولمبي. وطبعا وزارة الشباب والرياضة كانت طرحته مش حديثا على فكرة، المشروع ده قديم يعني، لكن تم الاهتمام بيه والعمل عليه برضو بشكل مكثف مؤخرا. عايزين نعرف إحنا دلوقتي يعني واصلين لفين، وعايزين كمان نتكلم عن المؤتمر اللي كان امبارح تحديدا بيتحدث أو بيعلن عن تفاصيل المشروع الخاص بالبطل الأولمبي وإعداد الأبطال دول بإذن الله إن هم يشرفونا في الأولمبيات المختلفة. خلينا نتابع ونرجع. النهارده طبعا بأشرف بوجود هذه الكوكبة الكبيرة جدا لمشروع كبير، مشروع الأصل بتاعه هو الجينوم المصري اللي بيرعى من خلال أكاديمية البحث العلمي ومركز الطب التجديدي بالقوات المسلحة وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس. احنا جزء منه الحمد لله لدراستنا، وهو دراسة الجينوم الرياضي المصري. الجينوم الرياضي المصري هي فكرة الجينات ومحتوى الحاجة بنسميها كروموزومات، اللي هي التركيبة الجينية، ان في كروموزومات ليها جزء يخص القوة بس، في جينات وكروموزومات تخص السرعة بس، في كروموزومات وجينات او داخل الجينات تخص مثلا التحمل. كل ده بينعكس على طبيعة كل رياضة. طيب الأبطال الرياضيين اللي موجودين، احنا عندنا تفوق في بعض الرياضات اللي هي مرتبطة بالقوة، يعني رفع الأثقال الحمد لله، المصارعة، الحاجات اللي فيها عنصر القوة زيادة شوية، وباقي الألعاب اللي فيها كمان طفرات جينية. طفرات جينية بمعنى ايه؟ طفرة لرياضي أو رياضية في الرياضة دي، حتى لو القاعدة العامة لسه مفيش تفوق عام. احنا دي كلها حاجات هتبقى محك على الأرض ان احنا نشوف التفوق ده ايه عناصره الجينية، علشان البرامج القومية زي المشروع القومي للموهبة الناشئين لما بننتقي ننتقي على اساس ان ايه هي التركيبة الجينية زي ما قلت في الداخل كده. هي صراحة حاجة كويسة جدا ان الرياضة في مصر اتطورت بالشكل دوت، هم بيسعوا ان هم يوصلوا للعيبة بتاعتهم او العيبة الدوليين، سواء لسه صغيرين اللي ما ظهروش او هيظهروا. دي حاجة كويسة ان هم بيفكروا في قدام. الواحد بيتشجع جدا دلوقتي ان هو يشوف حاجة زي كده في الرياضة المصرية، ما كانتش موجودة. طبعا واحد مبسوط قوي قوي الصراحه ان انا يعني بقالي مثلا 10 سنين بلعب الرياضه دي، الاقي تطور في الرياضه بالمنظر ده، لا حاجه جامده جدا، حاجه مشرفه جدا يعني. هو المشروع بيعد انطلاقه جديده وانتصار جديد من انتصارات اكتوبر المجيده. بعد 50 سنه طلعنا بمشروع الانتخاب الجيني للابطال الرياضيين اللي بيعد سابق علمي الاول من نوعه في جمهورية مصر العربية، اللي بتاخده خطى عالمية باستخدام الأمثلة أو النماذج العمل العالمية. المشروع ببساطة جديدة جاء الفكرة مقتبسة من المشروع الجينوم المصري، إن احنا عندنا الداتابيز أو البيانات الخاصة بالمشروع الجينوم المصري. طبعا المشروع الجينوم المصري برعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم مركز الطب التجديدي في القوات المسلحة، فبالتالي المشروع ده لقى قبول من القيادات السياسية أو القيادات السياسية بصفة عامة. وبالتالي بقت الفكرة بتاعت كيفية اختيار البطل باستخدام التكنولوجيا الحيوية. مشروع هيبقى قوي، احنا طبقنا منه حاجات كتيرة جدا، وأنا مسؤول مدير فني في اتحاد الكورة أيام مستر كوبر، رحنا كاس عالم. ده بيبين باختصار عشان الناس تبقى فاهمه، المدربين بيبين ان اللعيبه دي تتمرن ازاي، اللعيبه دي تاكل ازاي، يعني حسب التحليل الجيني اللي هو بيتعمل، فبيبين حتى التمارين، يعني في عندنا في البدني السرعه والرشاقه والمرونه والحاجات دي، يعني من لاعب للاعب ممكن يعمل السرعه بشده معينه بطريقه معينه باسلوب معين. فالموضوع موضوع كبير جدا، والموضوع هيفرق معانا كتير قوي، واحنا طبقنا ده الحمد لله، اللي هو كان المناخ مناسب لبدء هذا المشروع بدعم بس العلمي من قيادة فخامة الرئيس واتباعا وزير الشباب والرياضة. هو عنده منهجية علمية بحثية
معتمد يعني على وجود الدكتور كمان درويش رئيس اللجنه للمياه، لما طرحت اني انسق معاهم في المشروع ده ما تاخرش، وكان كل الدعم منه. تم التواصل مع مدير مركز طب التجديد اللي هو خالد عامر، والتنسيق مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. هو اساسا انا بشوف اني انا معيد في جامعة كلية التكنولوجيا الحيوية، فكان التنسيق شبه سلس.